10 اسباب يخلوك تشتري في تاور اي بيزنس بارك الشركه الارقى. ايه هم العشر اسباب؟ هنتكلم عنهم خلال الفيديو ده. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد عن العاصمه الاداريه. انا معاكم نوره محمد من شركه نيو ستارت للتسويق العقاري. مبدئيا هنتكلم عن العشر اسباب للمشروع اي بيزنس بارك. رقم واحد هي الشركه المالكه. شركه المالكه هي شركه ارقى. شركه ارقى موجوده في السوق من سنه 2011، هي ملك للمهندس محروس الزيني، وده رئيس مجلس الاداره، موجود من 2011 في القاهره الجديده. ليه؟ هو متخصص اصلا في موضوع المولات الاداري والتجاري. ليه مولات مشهوره جدا في القاهره الجديده زي ايه؟ زي مول 94، ده موجود على المحور بتاع محمد نجيب في التجمع الخامس، وده من اشهر المولات الموجوده هناك تجاري واداري. ليه كمان مول 311، ده موجود في قلب التجمع برده تجاري واداري. ليه مشروع تاني او مول تاني 238، وده موجود مول اداري في منطقه التجمع الخامس في القاهره الجديده. طيب في البدايه احنا ليه قلنا رقم واحد الشركه المالكه؟ لان هم متخصصين كويس قوي وعندهم اكسبيرينس في المنطقه بتاعه التجاري والاداري، وازاي ان هم يديروا ويبنوا ويشغلوا الاداري والتجاري. رقم اثنين وهو اللوكيشن. لوكيشن اي بزنس بارك هو من اقوى اللوكيشنز اللي موجوده في شريط الابراج السياحيه، لان هو اول قطعه واخد برايم لوكيشن، هو اول حد يكون او البرج الوحيد في المنطقه دي اللي شايف فندق الماسة، البرج الوحيد اللي واخد صناعية الداون تاون، البرج الوحيد اللي على مدخل الداون تاون، غير كده البرج الوحيد اللي على محور بن زايد الجنوبي. فبالنسبه للوكيشن فهو برايم لوكيشن. تالت نقطه وهنتكلم عليها هو حسين صبور. الاستشاري الهندسي للمشروع بتاعنا هو حسين صبور، وده من اقوى الشركات الهندسيه اللي موجوده في مصر. هو ده اللي عامل لنا الماستر بلان، وهو ده اللي بنستشيره في الماستر بلان بتاعتنا. فلذلك بينطبق على اللي انا بقوله ده، ان الماستر بلان بتاعتنا مطابقه للمعايير العلميه والعالميه للاداري والتجاري والطبي. رقم اربعه شركه كاد. احنا جايبين شركه كاد تدير معانا التجاري. المهندس محروس الزيني هو عنده النو هاو في ان هو يقدر يشغل الكلام ده، يقدر يشغل التجاري والاداري لان سابق الاعمال اللي احنا قلناه، بس استعين بشركه كات عشان تقدر تشغل الاداري والتجاري بتاعنا. خامس حاجه معانا وهي قطعه الارض. قطعه الارض بتاعت اي بزنس بارك هي تعتبر من اكبر قطع الاراضي الموجوده في المنطقه دي. هي قطعه ارض رقم 21، وهي على مساحه 5 فدان بما يعادل 21000 متر مربع، وده يعتبر من اكبر المساحات الموجوده في المنطقه دي. طيب رقم 6 اي بيزنس بارك هو القطعه الوحيده اللي واخده قرار تخصيص الارض وواخده محضر استلام الارض، غير كده ان احنا بدانا وضع الاساس وبدانا حفر في المشروع، وده يعتبر من الحاجات النادره في الداون تاون. رقم 7 المعايير العالميه اللي احنا بنين عليها. انا في اول الفيديو قلت المعايير العالميه اللي احنا بنين عليها. طب هي ايه؟ اللي احنا مقسمين التاور بتاعنا لثلاثه تاور، A و B و C. A و B دول مباني اداريه، وسي ده ميكس ما بين الاداري وما بين الطبي، ومن تحت احنا عندنا التجاري كله، وعندي الدور 18 و 19 دول اتاتش ببعض، ودول احنا ما عندناش اي تفاصيل عنهم ومفيش بيع عنهم لحد دلوقتي. تامن حاجه وهي عدد الاسانسيرات والسلالم والسلالم الكهرباء والسلالم المتحركه. احنا عندنا 31 مصعد ما بين الاسانسيرات وبين السلالم المتحركه والسلالم الكهرباء، وده تعتبر من مساحات كبيره جدا للاسانسيرات، وده نادر جدا في منطقه الداون تاون. تاسع حاجه معانا وهي الاسعار. انا عندي الاسعار اسعار مناسبه جدا بالنسبه للبرج، موجود في الابراج السياحيه ومن اوائل الشركات اللي نزلت ومن اوائل الناس اللي واخده فيو حلو جدا. والاسعار عندي بتبتدي بالنسبه للاداري، انا عندي اسعار من اول 1,800,000، عندي الطبي من اول 3,400,000، وعندي التجاري بيبدا من 5,000,000. عشر حاجه معانا وهي انظمه السداد. انا عندي انظمه سداد بتبدا من اول 10%، بتوصل اقساط لحد 9 سنين، وخصومات بتوصل من 6% 7%، وخصم الجيش بيوصل عندي 35% 37%. وفي سبب مهم جدا حابه اقولها لكم، ان هو البرج بتاعنا احنا زي ما قلنا هو واخد نصيه الداون تاون، واخد الصينيه بتاعه الداون تاون. انا في ظهري منطقه خدميه فيها بنزينه. طيب ده هيفيدني بايه؟ ده هيفيدني ان انا البرج الوحيد في منطقه الابراج السياحيه اللي ما عنديش اي فيو واخد باك. انا عندي كل الوحدات فيو على النهر الاخضر، عندي المنطقه التجاريه بتاعتي ودي المنطقه التجاريه الوحيده الموجوده في الابراج السياحيه، وهي اللي واخده فيو نهر اخضر. ده بالنسبه للعشر اسباب اللي تخص مشروع اي بزنس بارك. لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك في القناه، وتتصلوا بينا على الارقام اللي هتظهر قدامكم على الشاشه. انا كنت معاكم نوره محمد من شركه نيو ستارت للتسويق العقاري.